يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الناس الذين يقرؤون القرآن لكنهم لا يفهمون اللغة العربية ولا يتعلمونها، هل يعتبرون بذلك أنهم جاهلون؟ نعم، حتى يترجم لهم معاني القرآن، ولذلك اهتم المسلمون الآن بترجمة معاني، أي تفسير القرآن الكريم، وقدموه لهم من أجل أن يفهموا القرآن، فإذا بلغهم الترجمة قامت عليهم الحجة أنهم لا عذر لهم، بلغهم القرآن وهم صاروا يفهمون معناه. نعم.